بسم الله يا ابو صلاح، تعال افطر مع اختك. ايه مش خايفه تيجي لحد هنا برجليكي بعد اللي عملتيه فيا؟ الحمد لله رب العالمين. اللي بيموت ويصحى ما بيخافش يا صلاح. بعدين في ألف سبب يخليني ما اخافش منك، يخليك تعمل لي ألف حساب. أولهم قتلك لمحمد. انت لو عندك دليل واحد ضدي ما كنتش سكتي عليا كل ده. نعم لا يروح أمك، سكوتي ده بمزاجي، بتسلى وبتكيف. بس خلي بالك سكوتي ده مش هيطول يا ابن نوال الغالية. انت عاوزة مني يا بت؟ بت اما بتك. انت عايزة مني يا نعمة؟ عايزة ايه؟ هو انت بتحب سارة يا صلاح؟ مدعوقة سارة على اللي خلفوها عليكي، على اللي خلفوكي، على اليومين السود اللي اتجوزتكوا فيهم. يعني انت مش بتحبها؟ ما بحبش حد خالص، انا ما بحبش حد خالص، حتى نوال الغالية اللي انت لسه جايبة سيرتها ما بحبهاش برضه، ما بحبش حد خالص. مش معنى ان انا حرقت لك فلوسك وملففك حوالين نفسك دي كرهتك يا صلاح. عارف كده اللي عينيها فيه بس بتقول اخفيه؟ عمال اكسر فيك بعزم ما فيا، بس مش عايزاك تتكسر ولا تتهد. عايزه اقتلك بس ما تموتش. نفسي انتقم منك بس تفضل قدامي. نفسي اعرف ازاي بكل البلاوي اللي فيك دي مش عارفه اطردك من قلبي. اخر مره امنتلك حرقتي لي فلوس يا نعم. اخر مره امنتلك اتجوزت عليا ودفنتني يا صلاح. تعرف انك لما دفنتني ما اتوجعتش قد لما اتجوزت عليا؟ انا تعبت يا نعمه، والله العظيم تعبت. حاسس ان انا مرمي في دوامه عماله تلف بيا لحد ما اتخنقت ونفسي اتقطع وما بقتش قادر. لا عارف اخرج منها ولا قادر اتحمل تطويحها فيا. الدوامه دي انت اللي رميت نفسك برجلك فيها يا صلاح، بفعلك وسواد قلبك. عارف عارف يا نعمه، واستاهل ضرب الجسم، بس تعبت ونفسي اخرج. تعبت يا نعمه، والله والله تعبت. ترضى تسيب سارة يا صلاح؟ أرضى أسيب سارة؟ ده حلم بالنسبة لي. أنا مش بس عايز أسيب سارة، أنا نفسي أقتلها. سارة هي السبب في كل حاجة وحشة حصلت لي في حياتي. أنا عمري في حياتي ما تمنيت إني أأذي حد زي ما أنا نفسي أأذي سارة. بس نرجع زي ما كنا، والنبي يا نعم. حلو أوي الكلام ده. خليني انا بقى اقول لك اللي عندي. انت لو سبت ساره دلوقتي عادي ولا كان في حاجه حصلت، عمرنا ما هنرجع زي ما كنا. الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليني افكر انك تاذيها زي ما اذتني وخربت بيتي، انك توجعها زي ما وجعتني وانت سايق العربيه وبتقول لها اطمني هتعدي وانا في شنطه العربيه ملفوفه جوه السجاده. تأذيها يا صلاح قبل ما تسيبها. وخلي بالك قبل ما هي كمان تسيبك، لأنها هتسيبك وهتيجي تقول لك طلقني. ما هو خلاص
ما بقاش فيه فلوس وبقى فيها سين الألفي اللي كانت بتفسحه في الفلوكة، عامله لي فيها هند رستم في فيلم صراع في النيل. بس خلي بالك، هو الرئيس مجاهد وانت محسب. حاضر، انا هعمل لك كل اللي انت عاوزاه، بس تسامحيني. النبي سامحيني يا نعم، النبي.